السلام عليكم، معكم القناة ديال الأجونس العربية للعقار في مدينة الناظور. جبنا لكم واحد العرض ديال واحد الفيلا رائعة اللي كتباع في المدينة ديال وجدة، جاية بالضبط في رياض إسلي وجدة. الفيلا المساحة ديالها 205 متر مربع، عندها جردة وعندها كراج. في الدخلة مباشرة كما كتشوفوا كنلقاو كاين سيجور هنايا شرجم على لافاسات، وكاين واحد الصالون كبير هو اللي كاين راه هو قبالتنا مباشرة. فينيسيون ممتازة عالية الجودة، كاين الحمام تحت الدروج. فوالا كاين واحد السيجور هنا الثاني، حتى هو شرجم على الفصاد وجاي انفاس مع لا كويزين لتحت اللي فيها بلاكارات كبار كما كتشوفوا. هادي هي لا كويزين. هاد الفيلا هادي كتبع كما قلنا في وجدة. انا كنخرجو كاين واحد النافورة بلدية كما كتشوفو، وكاين واحد شوميني فونكسيوني كما كتشوفو في القنت كما كاينه في الداخل في السيجور، حتى هو كاين فيه الشوميني. الجريدة كاينه على لافاساد الثانية، وحتى في الدخلة كاينه واحد الجريدة صغيرة. الدروج طالعين بالرخام باسامانو ديال الانوكس كما كتشوفو معانا هنايا. الفيلا جايه في بلاصه كالم، بلاصه ديال الفيلات نقيه بزاف، قريبه على جميع المرافق. هنا الشومبر الاولى حتى هي عندها بلاكار في الحيط، 6 ديال البيبان شرجم على لافاساد. هنا لا شومبر الثانيه حتى هي شرجم على لافاساد، بلاكارات في الحيط. هنا كاين الحمام اللي جاي في الوسط ديال الفيلا في البرومير ايتاج، وهنايا بطبيعة الحال كاينه لا شومبر بارونتال اللي هي كبيره على شكل سويت، كاين فيها الدريسينغ ديالها وكاين فيها الصال دو بان، وعندها واحد لا تيغاس على الجريده اللي كاينه في لافاساد الاولانيه ديال الفيلا. هنايا كما كتشوفوا الحمام اللي كاين فيها الداخل، صراحه واحد الفيلا رائعه. بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذا العرض هذا يتصلوا بنا على الرقم ديالنا، وحتى نتوما اللي عندكم شي عقار كيتباع في وجده ولا في الناظور والنواحي، ولا بغيتوا ديروا التقييم لشي عقار ديالكم بغيتوا تبيعوه ولا بغيتوا تشريوه، فهاد الخدمات كلشي كنقدمهم لكم على الرقم ديالنا اللي هو 0644017000. تنساوش ايضا السيت ويب ديالنا اللي هو www.agencearabie.com، تلقاو فيه كاع العروض ديالنا. هنا الفوق كاين الباب هادي هي ديال لاتيغاز ديال السطح، وكاين هنايا واحد السويت يعني تقدر تكون شومبر كبيره حتى هي بالدريسينغ ديالها بالحمام ديالها، اولا كيما مفرشه دابا السيد دايرها واحد الصالون. نعاودو نذكروا انه الفيلا كيما قلنا فيها 205 متر مربع، جايه في رياض اسلي وجده. فيلا مزيانه بزاف، نقيه والبلاصه نقيه وقريبه على كل شيء. هنا كما كتشوفوا هنا البلاصه ديال السبايط هنايا، وكاين كاين دريسينغ، وهنا الحمام لداخل. فيلا راه ممتازه الصراحه، وبلاصه كالم نقيه بزاف. دابا غادي نحلو باش نخرجوا السطح باش تشوفوا السطح. بالنسبه للثمن ديال هذه الفيلا هذه هو 225 مليون سنتيم، قابله للتفاوض. الثمن 225 مليون سنتيم، قابله للتفاوض. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم دائما الفيديوهات ديالنا، الشكر موصل لكم فين ما كنتو منين ما كنتو كتبعونا، سواء من داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. فالتعليقات ديالكم والمتابعه ديالكم كتشجعنا دائما باش نجيب لكم الجديد، ونضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو جديد عما قارب. السلام عليكم.